أحيت السفارة الهندية في دمشق احتفالاً ثقافياً منوعاً بمناسبة الذكرى 75 لاستقلال الهند من الاحتلال البريطاني، حيث ضم الحفل مشاركين سوريين وأبناء من الجالية الهندية في سوريا. العلاقات الثنائية السورية التي كانت ممتازة على مدى التاريخ، وسعيد اليوم بهذا التعاون والانسجام الذي تم بين الثقافتين العربية والهندية. فقد كان فنانون سوريون مدربون رياضيون يؤدون أشياء من الثقافة الهندية، فهذا هو الهدف من هذا الفعالية اليوم. الاحتفالية اليوم هي السنة 75 لاستقلالية الهند. مثل ما بتعرفوا الحكيم غاندي من خلال مشروع اللا عنف حقق استقلال للهند، ونحن بفلسفة وتعاليم اليوغا اللي هي جزء من الثقافة الهندية أهم أسسها هي مشروع اللا عنف يلي عم نطرحه بسوريا، إن كان بالأماكن يلي كانت تحت الإرهاب أو الأماكن اللي تدمرت نتيجة الإرهاب. فالفعالية رح تكون ضمن عروض معينة إن كان باليوغا أو رقص اليوغا أو الطاقة. الحفل تنوع بين عرض فيلم وثائقي عن تاريخ الهند في العلم والشجاعة، بالإضافة إلى تقديم عرض راقص قدمت خلاله فرقة سورية رقصات للثقافة الهندية. طبعا نحن بمناسبة احتفال مرور 75 سنة على استقلال الهند حبينا نشارككم، كون اتحاد الرياضة للجميع بتحوي على ألعاب هندية مثل الكبادي اليوغا، وطبعا نحن من أجل توطيد أواصر الثقافات بين البلدين حبينا نشارك بهي أي صرف معنا تشاركية لحتى نرجيهم أن سوريا هي خاسرة العالم، وهي سوريا أي نعم هي تمرض ولكن لا تموت أبدا. اختتم الراقصون الحفل بأداء رقصات من نوع الزومبا واليوغا ليجسدوا تبادل الثقافات بين البلدين وتنوع وامتزاج الحضارتين.